الآن ممكن يهم كثير سيدات، وهذا الموضوع دائما أنا أتناقش فيه للأمانة، ودائما أحاول قدر المستطاع أني أوصل رسالتي وتكون خفيفة ولطيفة. لكن في قصة حقيقية حصلت، طبعا القصة هذه مخيفة نوعا ما، لسيدة أمريكية فقدت ساقها خلال عملها لتقليم الأظافر. والقصة بدأت من 3 سنوات لما هذه السيدة زارت إحدى صالونات التجميل لتحصل على تقليم الأظافر اللي هو مانيكير وباديكير اللي احنا نعرفها، ولكن للأسف أصيبت بجرح بسيط، وبسبب أحد الموظفات تسبب هذا الجرح في نقل عدوى لها في الدم، تخيلوا. طبعا وانتهت هذه العدوى أو هذا الجرح البسيط ببتر قدمها، يعني متخيلين قد إيش الموضوع كبير. طبعا المحكمة في ولاية فلوريدا يعني طبعا نطقت بالحكم بتعويض السيدة من قبل الصالون بمبلغ 1,700,000 دولار. ما في أي يعني ملايين تقدر أنها تعوضها قدمها بسبب جرح بسيط. يعني وأرجع وأقول وأكرر هذا الموضوع يا بنات، جدا خطير. يعني لما تروحين تسوين أظافرك عند صالون، لما حتى لو كان صالون 5 ستارز ولا 5 نجوم، خذي أغراضك. ترى والله الأغراض، الشنطة اللي تاخذينها خصوصا الحديد وهذه الأشياء اللي ممكن أنك تنجرحين منها، مقص الأظافر، هذه الأشياء، المبارد، ترى ما تكلفك شيء، ترى جدا يعني سعرها بسيط، تاخذينها وتحطينها في شنطتك. في الأخير إنها لسلامتك طبعا، يعني أنت ما تضمنين نظافتهم، ما تضمنين تعقيمهم، ما تضمنين يعني. وحتى في بعض الصالونات للأمانة، بس مو الكل، بعض الصالونات يعطونك أدوات جديدة بس تكلفك كثير. صح. الصراحة راح تكلفك كثير، يعني أنت تسوين أظافرك مرتين في الشهر أو مرة في الشهر راح يكون تكلفة عالية، فأنت اشتري لك الست وروحي الصالونات زي ما تبغين. مزبوط. ففعليا مرة الخبر مخيف طبعا، يعني لازم ننتبه لهذه المسائل. غلطة صغيرة أو جرح صغير ممكن يكون مدخل للفيروسات أو لبكتيريا قد تكون نهايتها غير حميدة. ودائما نتمنى للجميع السلامة، ودائما عقموا ونظموا، لا تشاركوا أشياءكم الشخصية مع أحد، حتى لو كان جرح صغير من أي حاجة، ممكن من قزاز أو من حديد أو شيء، ترى هذه ممكن يكون فيها مرض أو عدوى أو غيره. نعم. وتسبب لنا أمراض خطيرة، فلا نستهين بأي جرح يصيبنا. طيب من أمريكا